ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد عبد الله الرميحي عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. سيد الرميحي بداية نرحب بك، وهلك أن تطلعنا على أبرز ملامح عمل السلطة التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وذلك في ضوء الرؤى الملكية السامية ومن خلال التعاون طبعا مع الحكومة الموقرة. طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذه الاستضافة. وأبرز الملامح الله يسلمك عمل السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة هو التعاون اللي دائما ما يحثنا عليه جلالة الملك الله يحفظه، وأيضا سمو ولي العهد دائما ما يحث الوزراء على التعاون مع السلطة التشريعية والعمل كالفريق الواحد لخدمة الوطن. وأنا الله يسلمك شخصيا معتبر روحي ضمن فريق البحرين اللي أسس قواعد سمو ولي العهد، لأنه سواء كان مثلا وزير أو نائب كلنا في خدمة الوطن، والمناصب هي تكليف وليس تشريف، وهدفنا واحد هو خدمة الوطن ورفعته لتحقيق رؤية جلالة الملك 2030. وصحيح كإحنا سلطة تشريعية عندنا سلطة الرقابة على الحكومة، ولكن مثل ما قلت لك إن إحنا وأنا شخصيا دائما ما أحبب أن أسير بمبدأ التعاون اللي وصلنا عليه جلالة الملك وولي العهد الله يحفظهم، إلا أن بعض الجهات يعني بعض الأحيان قد لا تكون تعاون أو تغلق أبوابها للرقابة كمثل وزارة التربية أو مستشفيات الحكومية، وفي هذا الحال إحنا نمارس سلطاتنا في لجان التحقيق والأدوات الدستورية بهذا الشأن. لكن نرجع لنقطة البداية أن التعاون والعمل بروح الفريق الواحد له مخرجات إيجابية كبيرة تصب في مصلحة الوطن، ويأكد الكل أن يعني وأكيد أن الكل يتمنى وطننا يكون في المقدمة في شتى المجالات التعليمية والاقتصادية والرياضية وغيرها من المجالات. طبعا في الختام الله يسلمك احنا كلجنة الشؤون الخارجية ودفاع الأمن الوطني نكون احنا مثابة خط دفاع عن اي شيء يمس الوطن سواء من الداخل او ما يساء له الوطن من الخارج. ومن ناحية السلطة التشريعية طبعا احنا نمشي على خطى ثابتة مع القيادة لتحقيق رؤى جلالة الملك 2030. نعم، اذا سعادة السيد عبد الله الرميحي عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك.